ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي على القطاع، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين المتخصص في الشأن الإسرائيلي عبد الرحمن الملالحة، ومن عمان أيضا عبر خدمة زوم المستشار المستقل لحقوق الإنسان رياض صبح. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبتدأ معك أستاذ عبد الرحمن، يعني ما هي الرسالة التي أراد الاحتلال الصهيوني إيصالها من خلال استهدافه للمستشفيات وللمدنيين بهذا الكم الهائل من يعني المجازر والمذبحة التي وصفتها العديد من المصادر بأنها مذبحة بالفعل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يبرز صورة نصر كبيرة في الشرق الأوسط من خلال يعني تجاوز حد الضحايا الإسرائيليين كالذي حدث في غلاف غزة إلى أعداد يعني وآلاف من الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يعني يفند الرواية الإسرائيلية التي اليوم قائمة على التهجير والدمار والقتل والإجرام كما يعني رأى العالم وانتفض في كل يعني الميادين و الساحات كما رأينا قبل قليل في العواصم العربية وفي الضفة وفي العواصم العالمية مية لربما. هذه هي اليوم الرواية الإسرائيلية وهذا الإجرام المنظم الذي يريد من خلال نتنياهو ومن خلال هذه الجرائم يعني أن يردع الشعب الفلسطيني وأن يقتص من كل أبناء الشعب الفلسطيني، فهو لم يقدر على مواجهة الجيش في الميدان، جيش المقاومة وجيش الشعب الفلسطيني، بينما يعني أراد أن يرتكب هذه المجازر وأن يبيد الشعب الفلسطيني بهذه الجرائم يعني الجماعية التي ربما يعني تؤدي إلى انفجار كبير وخطير جدا في المنطقة في الساعات القادمة، نظرا لأن اليوم محور المقاومة تعهد بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وحذر الكثير يعني من دول العالم بأنه في الساعات القادمة قد يكون هناك فعلا انفجار كبير للدفاع عن الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي اليوم ما زال يعني يقدم وما زال يضحي من أجل فلسطين والمقدسات، إلا أن نتنياهو وهذه يعني العصابة الحاكمة للأسف في تل أبيب تريد أن ترتكب كل هذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم، بحجة أن حركة حماس قبل قليل يعني المتحدث باسم الجيش يقول تستعمل هذه المستشفيات للمقاومة، وهذه رواية كذب أخرى أيضا من الاحتلال. كل هذه الجرائم اليوم التي يرتكبها الاحتلال فقط لأن الشعب الفلسطيني قرر يوم 7 أكتوبر رفع الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الجائر. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني هذا الاستهداف للمشافي في سابقة لربما لا تكون الأولى ولكنها يعني بالحرب الأخيرة لربما تؤشر إلى شيء، استهداف المشافي والمؤسسات المدنية المكتظة بالمدنيين إلى أي حد يشي بشكل أو بالمنحة الذي سوف يتخذه الاحتلال الإسرائيلي في استهداف أو في يعني في معركته مع المقاومة؟ أستاذ عبد الرحمن تسمعني؟ نعم، يعني أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد الضغط على المقاومة وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية من خلال تكريه الناس بالنضال الوطني الفلسطيني وحركات التحرر الفلسطينية، ولكن هذا بطبيعة الحال لم يحدث. يعني الجزائر قدمت تقريبا يعني أكثر من 1,000,000 شهيد، وصمد الشعب الجزائري إلى أن تحرر من الاحتلال النازي والفاشية والدمار والقتل، وهذا هو الشعب الفلسطيني اليوم من خلال كل الضغوطات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ما زال الشعب الفلسطيني يعني ساومدا صابرا في أرض كل الضفة الغربية خرجت لتقول لغزة نحن معكم وفداءكم ويعني من أجلكم. عشرات عمليات إطلاق النار منذ الجريمة المروعة التي اليوم لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث وفي تاريخ العالم المعاصر، ما زالت إسرائيل ترتكب كل الجرائم يعني وتقفز على القانون الدولي بدعم أمريكي للأسف الشديد، ونتمنى من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف يعني أو توقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا بالتسليح الذي اليوم يقتل الأطفال وليس مقاومين كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. إذا الاحتلال الإسرائيلي يريد
من العالم ومن الشعوب العربية والإسلامية أن تحاصر المقاومة لكي يعني يفنن روايته أن السبب بقتل الأطفال هي المقاومة، ولكن حركات التحرر الوطني موجودة في كل دولة تقع تحت الاحتلال. لذلك سيد اليوم من حق الشعب الفلسطيني وصلت أن الفكرة. يدافع عن سيد المقدسات رياض، سيد رياض، ما رأي القانون الدولي وما هو التوصيف المناسب لهذه لما تفعله الطائرات والجيش الإسرائيلي من استهداف المستشفيات واستهداف المدنيين في قطاع غزة؟ أول شيء يعني الرحمة للشهداء وإن شاء الله الشفاء للجرحى. ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني معالمه واضحة مخالفة بشكل كبير وصريح لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. التوصيفات التي يمكن إطلاقها على هذه الأفعال الجرمية هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وللتوضيح، الإبادة الجماعية تعني قتل أفراد مجموعة ما بقصد إهلاكها جزئياً أو كلياً وإلحاق الضرر الجسدي بهم وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها. فإيش بدنا أكثر من ما قام به هذا الكيان من عملية ضرب المستشفيات وعملية قتل المدنيين بشكل صريح والمطالبة بإخلائهم من غزة اللي هي من أرضهم ومن مكانهم الطبيعي، بالإضافة إلى الحصار. طبيعة الحصار هو عبارة عن جريمة بحد ذاتها. الجرائم ضد الإنسانية، هذه الجرائم تعتبر هي ارتكاب يعني أو هجوم واسع النطاق على سكان مدنيين. يعني ما هي غزة كلها سكان مدني، بمعنى هي كل المنطقة مساحتها ليست كبيرة، فيها 2.3 مليون من السكان المدنيين. حتى لو كان في هنالك قوات مقاومة كحماس وكتائب القسام، هذا غير مبرر أن يكون هنالك القصف. أنا لا أسميه عشوائي، أنا أسميه مقصود وعمدا، بمعنى أن يتم باستخدام وسائل تقنية عسكرية يفترض أن تكون ذكية، ويتم قصف مباني بأكملها. تم قصف لأي هدف؟ مباني سكنية عديدة، تم قصف مساجد، تم قصف مستشفيات. يعني عملية الضحايا الموجودين في داخل غزة من المدنيين أضعاف حتى من نعم، القوات يعني القائمة. يتم تقصد استهداف المدنيين ولكن لأي هدف؟ الهدف من ذلك بالمعنى يعني اللي هو عملية إن الحاضنة أو البيئة السكانية اللي هم للقوات المقاتلة الكتائب القسام وهذا يريدون أن يضغطوا عليها، وهذا عمل جبان وعمل يعني يمكن وصفه بأبشع الصور، أنك تقتل المدنيين كي يخضع المقاومة لك. اثنين، الموضوع بما يصرح به الإسرائيليون، هم يصرحون بذلك أكبر من قصة حماس، يريدون بذلك إخلاء غزة من سكانها. طيب الآن بعد هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على المستشفى الأهلي، لربما أصبح هناك شبه إجماع، يعني هناك إدانات دولية لما فعله الكيان الصهيوني من هذه المجزرة. يعني الآن هناك شبه إجماع إن صح التعبير على تسمية ما قامت به إسرائيل بجريمة وبإبادة جماعية. ما هو المانع من إنفاذ القانون على إسرائيل؟ هل هي الولايات المتحدة أم ماذا؟ طبعا حسب نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية لدينا يعني وسائل عديدة، منها رفع الدعوى من قبل دولة طرف في الاتفاقية، وإسرائيل ليست دولة طرف ولكن ممكن الدول الأخرى أن ترفع الدعوى. الآلية الثانية هو عن طريق أن يحرك المدعي العام الدعوى، والآلية الثالثة قرار مجلس الأمن، يعني ممكن استخدام أي من الوسائل. مجلس الأمن واضح الموقف الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وبالتالي ممكن فيتو واحد يعني يسقط أي إمكانية لذلك. يبقى لدينا المدعي العام، يفترض المدعي العام أن يكون مستقلا، أن يكون لديه إرادة حقيقية بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. ولكن للأسف يعني المحكمة لم تستخدم هذا الإجراء من خلال المدعي العام إلا في بعض الحالات،
ما عندنا جرأة حقيقية في الآليات الدولية فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم باتخاذ إجراءات جادة. أنا أعتقد أن الضغط الشعبي والضغط السياسي أن يتم من قبل الدول لذلك ما بصير. حتى لو تم تسوية بعد ذلك، حتى لو تم اتفاق على وقف إطلاق النار، حتى لو تم أيا كان، لا ينبغي السكوت على هذه الجرائم، ينبغي متابعتها قضائيا، ينبغي اختبار المحكمة الجنائية الدولية، ليس أن يكون هذه المحكمة تطبق على بعض الحالات دون الحالات. هذه جرائم ككبرى، هنالك جريمة أخرى، جريمة حرب خالفت القانون الدولي الإنساني. كل هذه الجرائم، ثلاث جرائم يتم توصيفها من قبل وزراء خارجي ورؤساء دول ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الإعلاميين والمختصين بأنها جرائم، يا سيدي على الأقل رفع الدعوة أو النظر في الدعوة يعني عناصر الإثبات يقدمها المتهم، علينا أن يقدمها الذي يتهم. فعلينا أن نتحرك بشكل رئيسي من خلال هذه المحكمة، وألا يكون هنالك في إمكانية للتسوية أو للعفو أو للتقادم حينها، هذا الشيء غير ممكن. علينا أن نحرك كل الوسائل في هذا الاطار، ولكن هذه الوسائل لن تتفعل دون ضغط سياسي واضح. أنا أتمنى من المؤتمر الإسلامي، من جامعة الدول العربية ومن غيرها أن تقوم بضغط جدي حيال هذا الأمر. الأمر الآخر أن يكون هنالك توثيق وتحريك دعوة مباشرة أمام المحكمة، وأيضا استخدام مجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان بالنسبة لنا فرصة جيدة، لأن هذه الدول العظمى غير موجودة، أغلب الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان هي دول يعني متعاطفة مع قضايانا وأكثر توازنا. صحيح مجلس حقوق الإنسان، بس لأوضح النقطة، لا يستطيع اتخاذ إجراءات جزائية ضد إسرائيل، ولكن يستطيع أن يناقش التقرير، أي تقرير يرفع بهذا الصدد، وأن يعتمده، مما سيشكل حرجا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالعودة إليك، هل نتنياهو في وضع يسمح له داخليا، يعني أسألك بصفتك متخصص بالشأن الإسرائيلي، بالنسبة لوضع نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، هل هو في وضع يسمح له بالتصعيد أكثر، باستهداف المدنيين أكثر، بالذهاب بعيدا في هذه الحرب، خاصة نتحدث هنا أن هناك أسرى ما بين 200 إلى 250 أسير إسرائيلي بيد المقاومة الفلسطينية؟ نعم، سؤال مهم جدا. لا شيء يعني يسير على ما يرام داخل الكيان الإسرائيلي. الكيان مشتت على مستوى الجبهة الداخلية، هناك ضباط في فرقة غزة لا يريدون الدخول في الحرب البرية، وهناك طرف آخر يريد الدخول في هذه الحرب بادعاء أمن إسرائيل. هناك مسيرات من يعني تظاهرات أمام وزارة الدفاع شبه يومية من أهالي الأسرى، مما يزيد تعقيد الموقف. ولكن الذي حمس نتنياهو قليلا هو الدعم الأمريكي اللامشروط بالسلاح والمال وكل شيء، ولكن لا يعني هذا أن نتنياهو سينتصر في نهاية المطاف على الشعب الفلسطيني، بل هذا الموقف اليوم الأمريكي الواضح والفاضح المنحاز للعدو الإسرائيلي سيؤدي بالمنطقة برمتها يعني إلى مواجهة عسكرية حتمية لا مفر منها، نظرا لأن اليوم محور إيران قالها بكل صراحة أننا لا يمكن أن نطرد الشعب الفلسطيني، ونحن الذين تعهدنا وقطعنا على أنفسنا العهد الكبير يعني على أن ندافع عن المسجد الأقصى. لذلك أعتقد أن نتنياهو في ورطة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لست خجولا إذا قلت لك ستتخلى عن الكيان الإسرائيلي في لحظة من اللحظات، لأن كل العالم في لحظة من اللحظات كروسيا اليوم التي تنادي بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذه سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية. لذلك كل الأمور تسير إلى صالح الشعب الفلسطيني. طيب سريعا أستاذ عبد الرحمن، نعم سريعا أستاذ، بالضغط على العالم لإنهاء الاحتلال. أستاذ عبد الرحمن، يعني سريعا، هذه الإدانات الدولية لما حدث قبل قليل من استهداف المستشفيات، هل يشكل ضغطا على حكومة نتنياهو داخليا؟
نعم بالتأكيد، وهذا يعني ما يؤكد أن فعلا اليوم حكومة نتنياهو تعيش في أزمة تاريخية، حتى الكيان الإسرائيلي برمته يعيش في أزمة لم يسبق لها مثيل، خصوصا أن كولومبيا يعني قطعت كل العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعد الجرائم البشعة والمروعة في قطاع غزة. كل الأمور تشير على أن الكيان الإسرائيلي فعلا اليوم محاصر عسكريا ودبلوماسيا، سواء كان على مستوى العسكر من محور المقاومة أو دبلوماسيا من الدول العربية والإسلامية. حتى الرئيس أردوغان الذي شدد من لهجته قبل قليل وقال لا يمكن السكوت على هذه الجرائم. إذن الكل مجمع على أن هذا العدو بلغ يعني السيل الزبى من جرائمه وإجرامه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن كل الخيارات مطروحة سواء عالميا أو عسكريا في الساعات القادمة. وأنا أقول لك بأن الكيان فعلا اليوم بدأ بإطلاق الرصاص على نفسه من خلال هذه الجرائم المروعة وبالكذب المتعمد أن هذه المستشفيات تستخدم كمراكز للمقاومة الفلسطينية، وهذا لم يعد ينطلي على أحد الكذب والهراء المتعمد من أجهزة الأمن الإسرائيلية. لذلك فعلا المنطقة على صفيح ساخن، وكل الأمة العربية والإسلامية ستنتفض كما انتفضت قبل قليل في عمان وفي تونس وفي تركيا وفي كل الأراضي الإسلامية والعربية. إذن أمامنا ساعة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي من جنين عبر سكايب المتخصص في الشأن الإسرائيلي عبد الرحمن الملالحة، ومن عمان عبر زوم المستشار المستقل لحقوق الإنسان رياض صبح. أشكركما ضيفي الكريمين.